أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون، ثم لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. حجر كان وحكم بالله ونيا آيات بقول يسديتن يستقارات وصورة البقرة كاملة وعن سوق جهنوي عشر كان يخون فنار أنه كل حجرنا سورة اللباد وقرآن كاملة إلهي سبحانه وتعالى وقلنا ورسوا ورمي عشر كينا يجيب ودن بيهي وإلهي نصود هاي مال كينا إحدينا بعد لها كحوننا دفتح وكان تانا مال كاسينا هذين كو أحب انتم إيسين حقوم تنكاك نكجونا يا دفتح له حولي سنة الفقه هذا كان دفتح لألوش سينا حقوم تانا يبدو أين كو كنا يهان سمرك سنة رجاشي مرك هذا وحنا رب العالمين يور أصب ومرك هذه قطع لقاية أنه وليد حجك المريس كل أحد جرمي أيضا هذا حجك أي قيبا نقول إلتاء ما هي الحجك هو السلي هاي لهم يقاد أو مدل إلى زماني مدل مكان عيالة بها مرك هذا ميقاد حجك أو زماني بها ومرك هذا رب العالمين يبش الشوال يبش القعدة هي وعشر ليالي من الحجة مركزين ميقات في سؤال زمان ده خاص لي ميقات كواحد اللي جوء جانا هنا وأشكر سواي وابداها ولي بيش مركز حوم قطع لقع يعني ما جاهدين إيسان أترين هي إلهي سبحانه وتعالى وغو همجا سؤال المركز نبو عليه الصلاة والسلام لو يجينا هي جواج نبو عليه الصلاة والسلام سؤال شخص وخليه رهاي أي إلهي سبحانه وتعالى عيدا من وشيك أيها إلهي وحوره سوى رسوله في صلاة خضابة يسألونك روحي كاس آل يا سيد محمد كهو عن الأهلة في الجراحة أي كاس آل يا قل وها أترى لا هي أهلة مواقيت واختياره ويقول الناس جفت أصل ناري يو الحج حتى يسألونك روحي كاس آل يا نوضة إلهي فقولك عليه الصلاة والسلام وحن سؤاله وأصحاب في تالي سؤال شيء ويدينا يعني بلاها سوى يدينا يعني إلى البشة وحالها مركة يبشوا عند الله وعي تأيالي بهذا وعي تأيالي بهذا وهي سؤالها يعني لما تبدو دقيقة ثم تزيد حتى تمتلئ نورا ثم تعود كما كانت ولا تكون على حالة واحدة كشمس هذا البشة يقرع لويك لدويه سؤال كان أبو عليه الصلاة والسلام يجينا أنا وحيث هذا بشأن أيضا يرمح يؤد العبان التامر كي يطعان الصبح يروي فبعد ويزيادة سوى سوى ناهتا إلى نور كان يكبو السمه ومرك في تام وكان وضو مرك نور كان يسمى إلى أفضل الثمان مرك يتسوي فبعد وحيد العبان التامر يحبنا سيرا فأيد العبان يتاهو سيد مرك ورأي هذا إلى حبنا جيبه وصير هذا حاله واحد دام حيدش إلا سيد ويستسيد غرعه وكالنطاد إلا غرعه وحوية سيد الخصة وضحر أي خطعة ده هي جران خمس للعبطه ما رسي يا وين مين خمس للعبطه ده لو كم نقصان مركا هده تصورني رسول خطاعي عليه السلام
مرك الله هنا يسألونك وحي تسأل أصحاب صادق سيد محمد تهو عن الأهلة بلها إيساس آلية جمع هلال منه سؤال سنة وامدنا هدى عن السؤالين أصاف إيه نبو عليه السلام سؤالين قلوا ها أترى هو إلهي هي أهلة بلها مواقيت واختياري وجمع ميقات وللناس دفع أصر ناري دفع حيوي وقت وحيويه مواقعيه بلها يعلمون بها أوقات زرعهم ومساجيهم وعدد نسائهم وصيامهم وإفطارهم فيش واحد بضع يا مكة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقت البيرها لأبو رمع وقت الاتجاري سنة وقت الهوانك عالدود عيسال مارسيا صوم كوقت السنة وقت الأخرى وحيارون بضع يا مكة صلى الله عليه وسلم وقال بيش مثل الله يقول سبحانه وتعالى قل وهؤلاء مرت إساس ويديان هي أهل مواقيت واختيار ويقول الناس تدفع أصول ناري يو الحج حج حج وصلا وطع قني هلو دفع حيث أغانيا حج وقت لي حجنا يان هذا لا فلو استمر على حالة هذا يجيش حالة وحداء إلى سنة هذا ما هذا الأفراش لما أقوم صلحه مرت إلي مرت سيئس بدليس أيال هو أقوم صلحي أهمها فيه إيه والحج حج فوره إلهي سبحانه وتعالى عمر قال الحج الأهلين جوودا هدى نبي عليه الصلاة والسلام إلهي قل هي مواقف للناس سؤال شمد بقى يسيدهن معايا لأن من كان إيه سؤال شود وحي هاي بشا ما إيه ويرمحي أبي العبانيسا مركا يقام نغطاء سليه ورمحي أبي نغنيسا مركا جوود مركا فهوي حجمة الهلال الظاهرية وهي بيش مركاتي ظاهر كذا أو مغض أو أي حالة لها يسد الجريسه حجم الله كجه سويه أرد أفضل كذا هو مواقف للناس والحج ها كذا لكن أيضا مركاتي سؤالش مركاتي جهولة إدونا يين وإن مركاتي حجم الله تراشا مركا أيضا وحال ليه سؤالش إن سويد يدين أو بيشو محيثات لما قونا يسوليهين أيها وحيثة وحنا أيضا والغو خلفنا لجدوين وحي حاجة خلها عليهم أهين حيث أردت أقوى وحيث أغير يا دواري مركا وحا أيها الضنف أول جفتو ومركا يستي أيها اللي قد دونا يأمين يسوء قادم بكاس لفبو أيها إلهي أحد يهيو ثلاثة أيها مركا جهود لو غادي عروض فسرين تغاس منه وإيه ما يسوء أشى جهود أن يسوء أشونا ويطبق عيسا ويسألونك عن الهينة سبحانه قول أهينة حزمة الظاهر كاوي وايها إذا صلى إليه يقول سبحانه وتعالى يسألونك وحي كاسؤاليا عن الأهلة بلها أي كاسؤاليا بلهم مركي يريهين ويران خدشان لحاله يسد دلايا قل حديث رعود إليه كيف كان هو زوجة هي أهلة بلهم مواقف واختيار وجمع ميقات ويقول للناس دكت أصمنا لك دكت وقت إيهينو وحيا ربنا إيه فأخون سنعيا وقت الدهرها بيرنا عيان وقت الدهرها ده أو أنت عددودة صونك عفرك طاسي يو الحج حج وليس البر يوم إلهي كما طلق معهم لأن تأكل بيوت بليها إن أدوها ذات مالان من ظهورها تبيع الكاب ولكن البر أيضا البر برغة أصحيبك وبرغة ملها من دلواي إتباء الله كعب صبي وإلهي وحوكك هذا يتكلي وإلهي فنفر صومي وأتوا بيوت البيئة والمالة من أبوابها البهيرة وذي مالة بل كمحرمين في يوم في كربة واتقوا الله لك أرسل لعلكم أهل البنت ما حقيقا وكا لك بغلان تفلحون لبناء ديباني كان حيث أن تبقى آيات أيضا إلهي يقول له سبحانه وتعالى وليس الضر يور إلهي كما خلق معه بره الله سمعي بره عبد صلوات أن صوميت النور وأصوى اسم جامع لكل خير وي مرع خير أمانة الصمين الوحي رضا قلبي مصر وحوين فاسرين دار ما يأهنت على فترة هذا النبي الوي دين عليه السلام هو مركا سوى حيالي جاهيين الله سمعي جاهي هو مركا سيح مركا يحجين عيان أي نبي كالسؤالي مركا فائد لفترة هذا صلى الله عليه بيننا مركا سوى إلهي سبحانه وتعالى وليس البر يوم إلهي بره معهم
فما فوقكم أن شيء جهل لقوم العابوي سأشير أمرك وحيه هاي هل من البر إبيان البيوت من ظهورها بره لما كميدي هاي قوليها ينبك الأغيمة هذا فكاسي إليه هو الجواب ليس أنه ليس من البر ساطوي فكاسور إليه وليس البر سمحلكم أن لأن تأكل بيوت قوليها إلى أبو الله كمالان من ظهورها تبعي الخير أو السمائي حيث مجرى قروبة أو خليمة ده إستان عيان لكن مثلا دو حوالي من أي جوران طبعا تنبق أي مساسي حجي حجرا أي أمي كجلولي كرا لا أي كجل عيان إريد عاد لهم ما لا تهيما طبعا تنبق أي كجلولي لا يقولوا مساسي حجل يا خليمة وأنا أولا بحالي الباب كان هو سكين كرا أنا دا سيسا مجرا أيضا مساسي كما عابي إني أنت أجر أي ساعد فكذا هذا نقدر على وحي قصة ميها من الجلال وذي هي وهي من خوف الاستدلال وهي بالتقصي إن استقص الجلو ده مركز ايه هرسلان أو مركز هوس كاسو أو مدى خوض أو قصده أي جيد ايه لكن هو قصة حاجة سهالية قصة مركز في صفر كل مانا أتبه خيمة أي بجي حايا هالي أو قلاصة نبوبة كجي هذا ومركز لكن مخيمين تأيهين وي أي روشانا ملحة أو مركز هو حوالي وحيثان جولين شيء أصلا هو سمرة مركز وحان أهي أي ندبول الأنجري كفغين أجل تاهي يعني يلي هواي سميجران أرنت أصبرك وحوائنا يسام تجري أو أرنت أصبر لبيه كرنا إلهي حوضهي وليس البر سمصلك معهم لأن تأكل بيوتا بليها إلى دور ذاتي مالان من ظهور هذا وليالكار برهم حوضهي ولكن البر إلهي أي ذا البر يلي أمي أول باروي ولكن البر بره سأسرع إيضا قصة بره سمعيها هو بره سمعيها من دول واي إتغاء لك حصره قصة إلهي كبغة هذا إيا بره سمعيها هذا إلهي سبحانه وتعالى باهوة قصة دوسان الله كبغة وهو يجر مثل إيشري ونغم سمعيها إلهي سبحانه وتعالى باهوة بس قصة بره سمعيها وقصة صدقة سيأتي الله سبحانه وتعالى هذه تقول الوالي وهو هذا قفة دون إلهي كعب تنيني وهو هذا هو صميعنا المجر يبقى إذا صميعنا وحوايا مأمورات ولا فرطومه لأنه بشر فإنك للأبتاي من هي كان مكرا كلا قال لها إلهي مكرا فوق هاي وأكل بيوتا قلناها أولا هذا من أبوابها الزهيرة قلناها مكرا إذا تصور جرى مكرا محرم فيه هي مكرا خلان توبة سلا مكرا خلوه إذا أول جري فيه مركز مؤلم فيني إزيه وقياه تقلع وهذا خيب الله مركز سبب من فيه هل هو معلمها مركز آن جوغنه أما مركز هو حوالي هبينك أو مركز اللي جوغه مزدلف اللي جوغه ويوحانيها هبينك من هل جوغه اللي قصيرها يعنى فل هذا كد ابن إلى الوصول لابنع ياه وليها تبقى مركز خيب الله سيدلي أنه هو مركز كدلال نوح كده مكر فيه كنواري لكن بس مقيمين تعيالوا لجهده قفت صلوه هذا انت خدت غرر وحكت لحظك لكي مهدني بركوا كجالي قلوا مركة يسوقنا وحاولوا دبر كدما كفي يوك الجرس فات مركة تاتي ثم يجري انت سالي جيلة يا مركة وقتل بيوته وليه مركة بيها وقعم هذا من أبواب الهي الدير وقعم هذا إلهي سبحانه وتعالى وحونا وقف هاي لبيت جملة وحونا نعم هاي لبيت جملة ومركة تفرحت ما إلا بريهر وليس القرر بأن تبريوت من ظهورها جملة وخبرية واي وعنى كثرة ما إلا وأتوا البيوت من أبوابها يا كثرة ما إلا ولكن القرر ما إلا غاني أي أن الجملة خبرية واي لكنها كثرة ما إلا واتقوا الله يا كثرة ما إلا واتقوا الله لك أرصدوا لإلهي لعلكم أهل من في نوحة لإذا مكا لك البغران تفلحون إلى اليباني ثاني إلهي سبحانه وتعالى ومن الله ما يعني هدي إلهي أنا صعب صمه وتقوى هدي لصوص وواسي هذي امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه إلهي وحو فرق الله فرقومه في إلهي هابنا لنهره أيا تقوى عام فهي هذي هدي مركز تقوى في الليل مالي ليبان أنا مركز في الهلع إلهي نوسي لها لكن الله صعبت هدي لوالي ليبان لأخت مالي واتقوا الله على قعب صدود إلهي سبحانه وتعالى لعلكم أحد من أنتين وحقيقان
كل حول أن يبين إنسان إله الهيسة يا فليسة إله الحون وحق يجنى يا أبي إله أن خبهنا إن إله سبحانه وتعالى يبان ونصينا يا وقال سرود قالموا لإله سبحانه وتعالى مؤمنين في سبيل الله لا جدك سخود قالما لا يكرم سلاه أود قالما الذين كون لدى قالما يقاتلونكم إن لدى قالما يا كفارسا ولا تحسبوها تحد الدين إن الله 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 يحب ما جعل المعتدين في حد قدائه أنا وهذا ما تحس كل أحد يرنا ماشي أنا هذا مركزي وحنا نسجلنا مركزي عائلة وقت سوى رمى يعني مقطع لغاية جاز مقطع لغاية إنك سوى هذا عائلة وقت جاز مركزي أرنت عن الإسرائي أي أرنت السلام هذا لكن كبعني وحولي لما استقيوه راجي إلهي لأنه تجدون سورة براء وقاتل المشركين كافة كما يقاتلهم كافة أيها إن شاء الله تعالى يلغون التخي أية براء الأولى فقط أمن فقط المشركين حيث وجدتموهم لكن هذا أيضا دجالك ودجالك هو الله يستمتع دجالك أسوح ومركز وكل إليها مركز جالب أيضا دجالك مغب للعبان إنا نغن الله دجال مهم وصل على مركز أيضا نسل ونسول خير وهي ونبي أن عليه السلام بس يتمركي وحاولي سنة سلع جيرا عام الحديدية يؤدي لين جالبه صلحنا أولا جالبه إنه سنة قدم بقه صلى الله عليه وسلم مكانة سدح مع المدل وخالية يدونه أي أمرك سوى حوية وحامرك سيد نبو عليه السلام صار كذا بعود يا ضروري أم هذا الذي جاء أمة القضاء ذلك أنا أمتد ونهدي لأي ذلك مرك مرة دي أم هذه أمة القضاء سوء آلين وهي سبقا إن أنا قريش أي سن ديه وهي مرك سلطك على ما أيام أيضو به أسل حج أسل حرم كان الوجر مسلمين كنا دلال فورا إيه كهنا إيه حرم سأين أردت قولا دلال ما وحرم تحرمي سيد الأعيان هي أيضا مخلينة بريه أشهر الحرم كائنا الغجرة أردنا في مكافئة مسلمين تقارين هذه أنا بيان رسول كان عليه الصلاة والسلام سنة كل حاجة في الشريدة آخر كيف هي نبي عليه الصلاة والسلام كن إلى أطر بقل وأسحاب كيف هي صورها عين أيضا مركز في عمها إليه فمعين دونها معايا مركز حجك واجه ما بأهينه بيت ليلة حديدية جهين ملء قريب وهو دواي مارك يا مكو قول عمر على واجي فاطمة وعاق صوبة يا مركاتي تبكي السفهدة هاي ووحمد جرسدة هاي أم كجوغي أيضا لبدك على ماي وقت حي هاي ليبك بناي رسول عليه السلام سيد عثمان عيو جري يسبو هير مكئلا ويجيناي نبو إنه صوبة عليه السلام سيد ساكيسة ومركاتي تعبض عيد الوافان انظروا لنا اي خمسان ذلك سيد عثمان او بحي او بكاء او قري ايها وحاوية الكفار في ايجيس وحي ساعيين او اي سريين عثمان او تنتيو اي جرين من كانوا مشركين الا وحاوية وحيامها وحاية انجر او بقى سال للجرئيو بقى سال سلاسة وحا الشاعية وحاوية ضبط اي مارة الى شياطين او جنية انسية ويوحا فاتنا ويوحا حاجة اسائي تمركاتي شياطين فاو جنية إنه يوقع أثناء في قروب تشياطين فإن في الكل جدان أو سوى طلاب فاقية إذا نبدأ للجلال الفاقية في العثمان للجلال الفاقية هذا لا للجلال الفاقية ما نقول بها هذا هو للجلال الأصلاف وحايا وحايا وحا 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 تجر وحا لو في سلائي هاي وحايا وحا اتكجر فتكي ومارتي وحما قرطان هي إجليس ومركة في قروب تودة جدي بركة مركة يخبارك هي إجليس أي فاقية أهلتها إن سيد عثمان وإنسان رسولك عليه الصلاة والسلام أسحاك هو سوقة سمعيرة فقعوا وحاوية وحاة أسوء أنا سوء قرين أي سوء جاري سأمرك هو أسفه ما يسانيا رسولك عليه الصلاة والسلام أسحاك فيه سهيه لبه لمي بيعوا لك علي شجرده هو السابة هدي إلهي لهذا إن شاء الله تعالى سورة نافتها وسيدونها أردنا فضيوار جراعي سايا إنه وحاية أسحاك فيه دقال أي مصوب جراعي أردنا ما كمان إنه صلح يا معي رسولك عليه إيه مارة يا كفارتي ما رأي أصلاً تها أنا عبارة سيد عثمان ونور هاي أوصل إيمانين وأنا وين من مسجدهم مسافر كفارته وحين نوي وها سرت صوص على إني ماله ومركز سام دون أن يلم ومركز سوا ويكون هاي كان مش تدع بين الوقاري وطول كيس عتيف
مسلمين تمر كان كاتي كو حلال مغيان مكان كودي حديجية هاي حجيجي اي وليان اي قولحين عوليه مكان كاتي قرين تطلق قصد لغاين ميشا شوغي مكان كاتي خلاب تن ميشا سرح كي كان انتو هيا مركا هتوا اولي سرح كي كلا بابو هاي رسولك عليه السلام هو صوت ديال دروري هم هذا الى امرة الله مدام فيه رأي باقتي هيا مدى امرة الله لغمك عاو معي أمراض وحالة أمو حذر أن تغلال وحالة أمرتا في المقالات هي الصلحة يا رحي تلتا وكاسا لي رسولك عليه الصلاة والسلام مرتا قال لي عيو مرتا صلى الله عليه وسلم سنت كدن بمركي أو دمعي أو صور بصر أيا مرتا أتا مسلمين وحي كبقين رأيت ممن كأيو كفار كأيو مكجوري إنا يسنبالا الأوري بلال معي لي أسري سئمه ابنعه بلال فرمضل حرم سنة أو كنعه أيوة مركة المحنين أيه أهل تعطى مركة سنة إيكي إلى أيان أيه إلهي سبحانه وتعالى كوهما يا الله مركة سنة سبحانه وتعالى وقاتلوا بقى علم مؤمنين في سبيل الله إلهي جدك سكون بقى علم جاءت نسيسه هو لإلهي سليم السلع والله بقى علم سبيل سأطلق على طريقة لله مركة وحالة سوء آلي سبيل الله يشرائي سعياء مركة سنة سوء آلي سعياء وصل جمع نوع حوالي التوصل المقصود في كل واحد وقال سيرو درر او الهي في سبيل الله الهي جيسي سكون درر او كده غالما الذين كون لده غالما يقاتلون كون لده غالما هو الى لده غالما او كفاسا الان كون لده غالما او الهي دعو كانت او كلا درر او ان الله ترساوي هذا يا رهود سبحانه وتعالى ولا تعتدوها كحد الدين الهي على الأولى بقال كي ينكر قبض غادرة أو كيف لما أعيدها المكة سنة منصوخة هذا أيضا إن صوتها تحرمني يسير بقال إن قبض اللابان مكة أسرد قال لهم استعدالية لكن إذن كنت بقال كي ينكر قبض اللابان إليه لا سبحانه وتعالى سيدي عرمت أبوائي مكانها دمكة دموالة إلا قصر أيوة بقال دمكة في رعاية أو بفارت واتي إلهي سبحانه وتعالى سيكون جديد مكة أسرد إلهي ولا تعتدوها تحب الدره بقالك قبل الله غنى إن الله ألا الله يحب مجعل المعتدين كل حد بالجيش لكن سوف تجد أنه لو نصرني هاي كبراء يا الغنق هاي لها هذا إن ماشا تعفنين واقتلوهم واقتلوهم ولله بيه وله كبار حيث من الألا لبيش استغفتم وأكهشان فلما قال له لي هذا ما يعايد هذا أن تصوب بحي من مدان خلاب الغنق تخيره ما يلقص الميت الوقت من رب الرائد واقتلوهم بلو الهي حيث ميل على الميش تقفتموهم على الكهشان ميل على الميش الجلال الأسئلة فيه سبيلوا الهي واقتلوهم بلو الهي سبحانه وتعالى حيث ميل على الميش تقفتموهم على الكهشان الهي وأخذوهم بحياة من حيث الميش أخذوهم إليك بحياة ومكوي وأمر ليس أمرها الإخراجوي ووعد من الله سبحانه وتعالى إله إله حوية الله يا مؤمنين فتح إني هيري الدوانان قوي مكافو رب دوانان إلهي لا أنت سواء إياه وحو 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 إياه هذا أن مركة محالة الجوغة سنة كفر الله دال الجوغة واخفروهم جلو إلهي حيث ميشي فقفتم مع التهشان وأخرجوهم خب حيا من حيث ميشي أخرجوكم من خب حيا ومكتب حيا وارتدتوا في النظر الإلهي في النظر بيسا وحوية شرك أي أيضا أي سميها المشركين في إيهيني على الشرك وأفدنا وعلي وأفدنا فأفدنا ليه الإلهي هي أشد قدرا من القلب ذلك قدرا الشرك يعني كله دران وعمارة وحاقدر أمور الإلهي سبحانه وتعالى الشرك يكون جران وأفدنا فأفدنا ليه الإلهي الشرك يخدعها هي أشد قدرا من القلب ذلك قدرا وذلك اللي جلاله وحاقدر إذا بأفدنا الشرك يعني كله دران معنى حرم تقول وردك علمه هي أي نكون مخلمين أخ هو مركز هو هو يعلم ذلك الأهيد لوين أي مغطي وحاك يبقى نقول ليه إلهي سبحانه وتعالى شرك لأكل إحجران هو تقول هو شرك لحياة سوي وفضة في النبي هي أشد الدار من الأقل دين تقدر ولا تقاتلوهم ردك علمه إلهي عند المسجد الحرام مسجد الحرام أكيد أقول جرنا وعلى الله حرم كالعيسى قلت بالدرنوي إلى الحرم كالعيسى حرم كالعيسى
أركبت حرمت أوين حرمت أي أوين مكاثونا الله ولا تقاتلون هلد قال منع عند المسجد الحرام مسجد الحرام السيسة وكل درنا وحرمت الأول حتى يقاتلوكم انت هلد قال منع فيه مسجد الحرام المحرم سيئن هلد قال منع حتى يقاتلوكم انت هلد قال منع فإن قاتلوكم أدير رد الله الإله ويحرم في الفرد العلمان فإن قاتلوكم أدير رد العلمان فاقتلوهم الإلهي رد العلمان مجيلوك إله فإن حرم قدرة أدير حرم في الإلهي يسر دلال قطم إياه والغلد رويا فذلك سلع صوف أول إلهي جلتا في أخاك قال لا يجيلوك فإن نبدا حي مرتا في ماش جزا أول قاتلين كافرين تجسودوا أول إلهي لذلك قاتلوهم يا الله كذلك سيدا صوت قول إلهي القبل والتقاجل أي جزاء الخافرين خافرين تعمل صوت وعلول إلهي أجير آخر ما على قليم أي مساة لكم آية تقول إلهي سبحانه وتعالى فإنس هو الذي يكدو السلام قفر الذي يكدو السلام الإسلامان فإنس هو الذي يكدو السلام الإلهي وإذا لماذا تهران وإسلامان فإن الله ألف غفور قال هو ذا فاهوي رحيم قال هو حريصان قال ما هذا قال مرة يفتوه نغفو قال الإسلام مرة يفتوه قران إليه الله ذاك الله سبحانه وتعالى هذا هو في حديثه الإسلام يهدوننا قبله الإسلام هو يكون يسرع يد من هذا فإن انت هو ديجو السلام الإلهي فإن الله قال غفور قال هو ذا فاهوي رحيم قال هو حريصان إليه وقاتلوهم لدن أرموا إليه المشركين حتى لا تكون حتى لو تجد انت لجهي سنة سنة ويقول الجين دين فهو أهان لله يا الله قال له هذا الضغال كي يدر أسوه قائيوب أليه ليش أسوه قائيوب وإن سلع محرم سلع هدان لهرينه قال الضغال كي يدر مدى معنى أليه قال إلهي سبحانه وتعالى وقاتلوهم لدى غالمهم كفارتوا إلهي حتى لا تكون حتى لا تجدوا فهذا في صامة الهيرو تستفيد اسم عليه جواز وقاتلوهم مدى قالموا الإلهي حتى لا يس... حتى لا تكون انت انا اللي هلي وانا اللي نسجلي فدنة فدنة واشفتوي هدوك انت الشفك اللي يويها وانت ذلك الله وضع ويكون الجيل دي كنا اوهانا عباد لله على وإلهي سبحانه وتعالى وحده ولقاها بذلك انت ممرك اتلاه نفسي في العابده دين كلام الله الشهداء ودين الإسلام تهين دلال قوة في غاية تصور الله سبحانه وتعالى فإن انت هو هدي جو السلام الإلهي والشرك إذا ستتغان عمليك مجلسة فلا تعتبع عليهم في هذه الدنيا ذي قال لما لك صور مغان رفع رمعي فإن انت هو هدي جو السلام الإلهي في هذه الدنيا فلا عدوان الإلهي فلا عدوان حد قلوا الإلهي ما هانم إلا على الظالمين هو العالمين كان له حد دموي إن انت هو جد وصلان الإله فلا عدوان الإله حد قل ما هان إلا على الظالمين هو العالمين كان له حد دموي حدود سلم هذا زالد إيسو إسلامان له حد دموي حد قل فوح وكفرين هاي ومرتا سجادة إياه لغا حضر إياه ودل إيا غير في سوى هذا سجادة قم مايه لكن عند الخروج أيام مركزهم مقابل وغيرها فلا عدوان لله عدوان ما هان إلا على الظالمين قوى الظالمين كانوا قفت جو سلنا فليس بظالموي قفت شرك يستجو سلنا مركز الوحد بمعنى فإن انت هو هدئي جو سلنا لله فلا عدوان لله حدوده ما هان إلا على الظالمين قوى الظالمين كفركوا دموي مركز عشر كان انت يشوف كل جهي والله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.